اكيد في طريقك كان عندك بطولات صعبه صعبه جدا، بس ربنا كرمك فيها. ايه اصعب بطوله لعبتها؟ بطوله العالم اللي كانت في شهر 4 اللي انا جبت فيها المركز الثالث. بطوله العالم في شهر 4 كانت بطوله عالم فين؟ في مصر. في مصر وحققت المركز الثالث الحمد لله في فردي. المركز الثالث بالنسبه لك ده كان بيمثل لك ايه؟ ايه الشيء اللي كان بيمثله لك؟ يعني تقريبا اكبر انجاز عملته في حياتي لحد دلوقتي، فهو حاجه كبيره جدا بالنسبه لي. بس اكيد ده مش اخر مركز. لا لا مش الاخر، ده التارجت. اول حاجه التارجت ان شاء الله ميداليه في باريس. ميداليه في باريس ان شاء الله. ذهب ولا فضه ولا برونز؟ ان شاء الله ذهب. ذهب يا رب ان شاء الله.